هاي مجازاتي، ازيكم؟ رميري عامل ايه؟ ربكم تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده. طبعا يا جماعه بصوا، موضوع النهارده جدا جدا مهم يا جماعه، فلو انت او انتي مسلمين تابعوا الفيديو للنهايه واكتبوا لي رايكم في التعليقات. وبس كده يلا ندخل في الموضوع. كتير كلنا احنا بنلعب روبلوكس بيمر علينا ستايلات كتيره قوي بنشوفها، سواء غريبه سواء مثلا عيب او سواء يعني مفسخه وكده. المهم يا جماعه، منها طبعا الرول والكوبي وكل الحاجات دي اللي احنا عارفينها. ولكن يا جماعه في ستايل سكن كده هو قدامكم في الشاشه، اكيد مر عليكم سواء شفتوا حد من الاجانب لابسه او من العرب، لان يا جماعه للاسف الستايل ده ابتدى ان هو ينتشر عند العرب. وطبعا يا جماعة هوريكم دلوقتي، يعني هندخل على طول في الموضوع وايه قصة الستايل ده اصلا. سويب، كل ستايل في روبلوكس ليه قصة او ليه سلبيات وليه ايجابيات، ليه حاجة بيروج لها او ليه حاجة مثلا اللي هو يعني مستخبية في السكن، فاهمين؟ اكيد انتوا فاهمين قصدي. فكرة الستايل بتاع النهاردة يا جماعة حرفيا يعني بصوا بتروج لحاجات حرفيا هتتصدموا منها. طبعا انا مش بقول كل الناس اللي بتلبس كده تبقى كده، ممكن تكون ناس بتلبسه من العرب وما يكونوش اصلا فاهمين ده يعني، بس ان هو عجبهم الستايل، تمام؟ فانا يعني بجد لما شفت ناس كتير قوي ابتدت تلبسه، ف يعني انا اتعمقت على طول في الستايل. انا بجد لقيت حاجات يا جماعه غريبه، تمام؟ اول حاجه يا جماعه الستايل ده بيروج لحاجات كتيره قوي، تمام؟ كتيره. وتشوفوا ناس، يعني انا بجد شفت اجانب لابسين يا جماعه حاجات شعوذة بجد. بصوا يا جماعه ده الستايل اللي هو مش عارفه ار 6 او اي حاجه. المفروض من الستايل ده ان هم بيبقوا عاملين لبس ليه معنى مثلا، بس لازم يكون مرعب، تمام؟ انه في ناس بتعمل كيوت ومش عارفه، بس هو يعني المغزى من الستايل نفسه او الستايل الاصلي بتاعه وفكره الستايل نفسها انه يكون عامل حاجه ان هو يعني شيء مرعب وشيء يوحي مش عارفه مين وحاجات كده. طبعا هوريكم دلوقتي الصور قدامكم زي ما انتم شايفين كده. اول صوره دي صوره، اكيد طبعا كلنا عارفين دي صوره ايه، وطبعا شايفين يعني الولد او البنت اللي لابسين السكن ده. انا مش عارفه هل هو يعني مثلا هو بيتبع مثلا النظام، انا مش عايزه طبعا يا جماعه ادخل في حاجات في الفيديو ده عشان ما اخدش انا يعني، ما يعني انتوا فاهمين طبعا ما في الاخر انا اللي هشيلها، فانا مش عايزه اتعمق قوي يعني عشان ما يجيليش بند من اليوتيوب او اي حاجه. المهم يعني انه ده اول سكن. طبعا شايفين شفتوا كلكم السكن ده بيروج ليه، تمام؟ تاني سكن بقى معانا كذلك الامر، زي ما شايفين ده بقى كتابة عربية، فيعني ايه ده بجد ايه ده. انه انا لساني هنا عجز عن الكلام، خلاص سيبنا من هما يعني مش عرب فعادي، اما دي كتابة عربية، فاهمين قصدي؟ الزيت يا جماعة كذب على سكنه الشر ولدته من جديد. وطبعا حاطط العيون، طبعا كلنا عارفين العين دي برضو بتوحي لإيه، المثلث اللي جواه عين كلنا برضو عارفين بيوحي لإيه، والنجمة وكل الحاجات دي، تمام؟ وكمان كان لابس صليب، فدي الغلطة اللي بيقع فيها معظم المسلمين وبالذات في روبلوكس. طبعا يا جماعة مش عايزة يعني أصدمكم، ولكن ده يعتبر شرك بالله والعياذ بالله، تمام؟ انا عارفه ان في ناس كتيره ممكن تكون مش عارفه الموضوع ده، ولكن طبعا يا جماعه انتوا لابسين صليب وانتوا مسلمين، تمام؟ فاللي هو ايه، اكيد طبعا لو ما كنتوش عارفين ان شاء الله ربنا يغفر لكم، ولكن بعد اللحظه دي انتوا خلاص عرفتوا. في اي سكن سواء مثلا كان كنتوا بتلبسوا السلسله بتاعه الصليب دي في روبلوكس كان هو شكلها كول ومش عارفه ايه، فيعني انصحكم انكم تشيلوها من كل سكناتكم. وكمان البناطيل اللي بتبقى مرسوم عليها الصليب برضو دايما بيبقى فيه في روبلوكس منتشر يعني البنطلون ده، تمام؟ وبرضو بتبقى فيه سلاسل اللي هي الشيرت، تمام؟ فيعني انا حرفيا انا كان عندي منهم، انا مش هكذب عليكم، ايوه كان عندي منهم، بس اول ما عرفت الموضوع ده على طول شلتهم، تمام؟ طبعا يا جماعه شويه منكم هيقولوا طيب دي لعبة عادي يعني. انا بقول لكم كده يعني هو في الحقيقة ان هو لو لبست الصليب ده في الحقيقة وانت مسلم، ايوه هو ده الشرك يعني، ده لو في الحقيقة. اما في اللعبة ليه يعني؟ انتوا ايه اللي يجبركم مثلا؟ خلاص مش قادرين تستغنوا على المنظر يعني؟ اكيد لا، تجنبوا الشك يعني انتوا مثلا شاكين في حاجة خلاص تجنبوها، مادام ما هي مش هتأثر على حياتكم يعني، اكيد انتوا مش هيحصل لكم حاجة لو ما لبستهوش، فاهمين؟ فيا جماعة معلش اتحمست، سيبكم دلوقتي من قصة الصليب، نرجع تاني للسكنات دي، تمام؟ طب برضو عندنا السكن ده شوفولي بيروج لإيه، تمام؟ يعني
هو اكيد مش هنشوف كل سكن مثلا لابسين كده هنقعد نعمل دراما عليه. ايوه طبعا، يعني انا متفهمه الحاجات دي ومتفهمه ان هي لعبه، ولكن يا جماعه في اطفال بجد ما تعرفش يعني ايه مثلا. انتوا يا جماعه هقول لكم على حاجه. انا قبل كده كان موجود في ما بيوت اللي هي النجمه اللي هي بتاعه انتوا فهمتوني تمام، اللي هو المثلث ده تمام. كان موجود في ما بيوت، ودخلت في مره مع اخويا لقيت اخويا لابسه، بقول له اقلعها بسرعه، فبيقول لي ايه يعني مهلا، انتوا متخيلين؟ فانا عشان كده بنبهكم يعني، هو في بجد ناس ما تعرفش ده يعني ايه. طبعا في عقول لسه صغيره مش واعيه للكلام ده، ما تعرفش اصلا ان في حاجه موجوده كده اصلا في الكوكب. فظن ان جزء كبير قوي من الناس اللي بيشوفوا الفيديو ده مش هيكونوا فاهمين، يعني مش هيكونوا فاهمين بصوا غير اللي بيتابع كويلي والناس دي يعني. هو بجد، وطبعا مش فاهمين يقدروا يروحوا لقناه كويلي، ويعني هم هيفهموا كل حاجه تمام، لان لازم يكون عندكم فكرة لكل الحاجات دي عشان ما يضحكش عليكم. اوكي، نرجع بقى يا جماعة للسكنات. طبعا اكيد برضو في نوع سكنات لذيذ برضو من السايل ده زي ما انتم شايفين، بس خدوا بالكم من الصليب اللي هو لابسه. يعني في عايزة اوصل لكم فكرة برضو ان هو مش كل السكنات اللي زي كده وحشة، لا اكيد لا، لان اصلا يا جماعة يعني الستايل ده عايزة اقول لكم ان هو فيه من انواع، اكيد مش اللي هو مش كل الستايل فكرته ان هو يبقى يوحي حاجة مرعبة، لا. مثلا عندكم النوع منه فيه انجل اللي هو بتاع ملاك ده، يبقوا لابسين اجنحة وكده برضو، ده ممكن الصورة اهو. وطبعا يا جماعة في النهاية الخيار ليكم انكم تقدروا تلبسوا السكين ده، ولكن بطريقة صحيحة، مفيش اي خطأ يضرك انت كمسلم. وكمان يا جماعة يعني انا سايباكم في الاخر، ايوة اكيد ده خيارك يعني، في الاخر في النهاية الناس اذواق، بس انا يعني بجد مش عارفة يعني مين العائل اللي ممكن يلبس حاجة ذوقها زي كده، يعني انا مش فاهمة هو مخهم فين حتى كشكل المعفنة يعني. صراحة انا بقول رأيي والناس اذواق تمام جماعة. حاجة واحدة بس اللي خلتني اطلع اتكلم في الموضوع ده، ان انا شفت كم واحدة كده على التيك توك قاعدين بيقولوا انه ليه مشاهير العرب او ليه العرب كلهم كده كرنجيين، ليه مش بيلبسوا الستايلات بتاعة الاجانب ومش عارفة ايه. يعني اللي هو انت مالك او انت مالك، يعني انت عايز تلبس حاجة زي كده مش لازم تدعي كل الناس ان هي تشرك زيك، او انت عايز تلبس حاجة مش كويسة مش لازم تدي الناس كلها فكرة اللي هو انا هلبس الحاجة دي عشان ابقى كول وانت كرنج ومش عارفة ايه. انه لازم مش يعني مش لازم كل حاجة عند الاجانب تقلدوها، يعني فيها ايه، فيها ايه بجد لو الاجانب بس هي اللي لبستها؟ يعني لازم اللي هو على فكرة يا جماعة برضو، والكام واحدة دول اللي هم ابتدوا يلبسوهم في العرب هم بجد بيلبسوهم عشان يقلدوا الاجانب بجد، مفيش اي حتى يعني، هو منظره معفن بجد. من نكون صراحين، هو ايه الحلو فيه بجد؟ مفيش اي حاجة حلوة انه بس كده هم عايزين يبانوا ان هم غامضين وانطوائيين ومش عارفه، انتوا فاهمين كل الكلام ده تمام؟ فبجد يعني حاجه في منتهى البكمين. طبعا يا جماعه في نوع انتشر عند العرب، نوع تاني بس هو مش مقارب ليه، ولكن انه نوع يعني جاي من الاجانب تمام، هو النوع اللي قدامكم ده. واو بالمناسبه السكنات دي سكنات مشهورتين في روبلوكس تمام. النوع ده يا جماعة بجد شكله تحفة، مايل للإيمو بتاع زمان أكتر بجد يا جماعة. جوي وأجواء السكنات اللي زي كده حرفيا أنا نفسي عايزة أعمل منها. ولكن يا جماعة برضو انتبهوا من السلبيات بتاعة السكن ده، لأن برضو زي ما قلت لكم كل سكن ليه إيجابياته وسلبياته، وزي ما انتوا شايفين كان في الصورة انتوا شايفين برضو بتروج ليه. فطبعا انتبهوا وانتوا بتعملوا اي سكن سواء سوفت رول اي حاجة في الحياة، انتبهوا وانتوا بتحطوا الحاجات بتاعتكم في السكن، وخافوا او راعوا ربكم وانتوا بتعملوا السكن تمام. في النهاية يا جماعة معلش حاسة انا طولت عليكم. المهم يا جماعة لو انتوا نفسكم اوي انكم تلبسوا السكن اللي هو في البداية، او مثلا ده جوكم او كل سكناتكم كده فيكم انكم تلبسوه، بس يعني مش لازم ان هو يكون يوحي لرسالة معينة. مثلا اهو السكن قدامكم حرفيا ما فيهوش اي حاجة، اللي هي السكن بتاعت ام ام تولي، يعني بجد عادي يعني ممكن تلبسوه من غير اي حاجة، يعني انا ممكن يعني عادي فاهمين عادي. لكن خدوا بالكم سواء اي سكن من سكنات روبلوكس اي ستايل منهم قبل ما تشتروه رجعوا الاول شوفوا انتوا يعني تفاصيل السكن بجد قبل ما تشتروه، هو الحاجة الوحيدة طالباها منكم. مثلا في كان في حاجة انتوا عاجبكم السكن قوي، بس في حاجة كده صعب كمسلم انك تحطها في السكن بتاعك، شيلها عادي. اللي هو شوف انت
تقدر تحط نفسك يعني تتخلى مثلا عن دينك عشان مجرد سكن، بجد يعني حاجة كده تافهة متستاهل، يعني بجد متستاهلش انكم تخسروا اخرتكم عشانها، بجد يعني هي حاجة تافهة بجد. في النهاية هي هتظل لعبة، يعني حتى لو انت خسرت دينك عشانها انت في الاخر هتحذفها. اكيد كلكم ليكم مستقبل، اكيد انت لما تكبر او لما تكبر هتتجوزي وهتحذف اللعبة دي اصلا، فيعني هتكوني او هتكون شرفت بالله عشان اللعبة انت حذفتها اصلا. في النهاية يا جماعة ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ما حدش يكون زعل او اتأثر من الفيديو، ولكن دي الحياة مرة يا جماعة. طبعا واجبنا كمسلمين ان احنا ننبه بعض، وانا اكيد عشان شفت السكين ده ابتدى ينتشر فلازم امنع الموضوع ده، فاكتبولي رأيكم في الموضوع ده وبس كده guys. see you.